أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف كوب 28 أنه تماشيا مع رؤية القيادة في دولة الإمارات سيركز كوب 28 على الانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها وعلى تعزيز التعاون ومضاعفة الجهود العالمية لمواجهة تداعيات تغير المناخ وبناء شراكات ذكية ونوعية تدعم النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال زيارته لجمهورية بربادوس الصديقة أمام رؤساء حكومات المجموعة الكاريبية. وأكد معاليه التزام رئاسة كوب 28 بدعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ وضمان تفعيل جهود المجتمع الدولي لمعالجة النقص في التمويل المناخي وتعزيز جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يلبي احتياجات العمل المناخي. وشدد معاليه على الدور الحاسم للتمويل المناخي في دعم تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة. وأعلن معاليه عن استضافة دولة الإمارات خلال شهر أغسطس الجاري اجتماعا لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ ويجمع أبرز الاقتصاديين العالميين وقادة القطاع الخاص ورئاسة مؤتمر الأطراف ورواد الأمم المتحدة للمناخ وذلك استعدادا لانطلاق كوب 28 والعمل على التوصل إلى إجراءات ملموسة وفعالة لتطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية.